400 جرام مكرونة فوسيلي، واتنين علبة تونة قطع، علبة ذرة حلوة معلبة، واتنين فلفل الوان. انا مش فارق معايا على فكرة الذرة العلبة تكون قد ايه، براحتكم يعني، حاجة حسب ذوقكم. وكل مقادير المكرونة او سلطة المكرونة براحتكم، ممكن تغيروا فيها. اتنين فلفل الوان مفروم قلنا، واحد فلفل رومي مفروم، عندي كمان كوباية زيتون اسود شرايح، وكوبايتين طماطم تشاري انصاف، احنا ما لقيناش طماطم تشاري في السوق فجبنا طماطم عادية وقطعناها، وطبعا نفس الكلام ينطبق عليكم في البيت وتقدروا تعملوه. عندنا كوباية بصل اخضر شرايح، ودريسنج بقى لطيف هو اللي هيخلي سلطة المكرونة دي عظيمة، هيكون عبارة عن حزمة كزبرة، ومعلقة كبيرة ثوم مفروم، نص كوباية عصير ليمون، ونص كوباية مستردة، ونص كوباية مايونيز، ونص كوباية لبن رايب، وملح وفلفل اسود. ودي مكوناتنا، ممكن نستغنى عن المايونيز ونكتفي بالزيت ويبقى دريسنج خفيف لو عايزين نسخة لايت منها. وبالمناسبة المستردة للناس اللي عاملة دايت مفيش فيها اي مشكلة. انا عايزة ابدأ في عمل المكونات، هجيب بولة كبيرة هخلط فيها المكونات اللي هي مش هينفع تدخل الكبة، والدريسنج بس هو اللي هيكون للكبة. يلا بينا. عندي ايه علشان اخلطه؟ نجيب بس ايه، سباتشولا. انت هتكوني اريح. ونبدا شغل. طبعا اول حاجه عندي المكرونه، واسلقها سلق كامل، اسيبها بس مش مهريه يعني، علشان مش حلو ابدا ان انا اكل مكرونه مهريه. وعندي عليها الذره ايا كانت كميته، كل اللي هقوله دلوقتي ايا كانت كميته هينفع. التونه، والتونه برضو بفضل ان انا افتفتها تفتيته بسيطه مش كبيره قبل ما تنزل على المكرونه. انا عايزه برضو قطع، بس مش عايزه قطع الاقيها نص العلبه يعني، فعشان كده بفتت تفتيته بسيطه. وعندي الخضار اللي هو طماطم، بصل اخضر، وفلفل رومي، زيتون، وفلفل الوان. انتوا يا حلوين اخدين لي كل اطباق التقديم مدخلين فيها مقادير، طب انا اعمل فيكم ايه دلوقتي؟ وبنقلب. بس انا الصراحه مش هتعب نفسي واقلب الا لما اضيف الدريسنج عشان يبقى كله ايه مره واحده. يلا بينا، هشيل الحاجات الفاضيه واجي اعمل معاكم الدريسنج اللي هيكون عباره عن شويه ضربات بسيطه خالص في الكبه، مش هتاخد مننا اي جهد يذكر. دريسنج عصير الليمون، الثوم المفروم، المستردة، اللبن الرايب. اللبن الرايب بيخفف الدريسنج. انا مش شايفة مايونيز، يا حلوين فين المايونيز؟ هيجي؟ ماشي. والكزبرة بحب بس اقطعها كده بايدي، وبحب احط الرجلين بتاعتها قوي، فيها طعم جميل. وانا هحط كمان الملح والفلفل الاسود اللي هتحتاجه الوصفه كلها، يعني اللي هتحتاجه المكرونه اصلا كلها علشان يبقى ملحها مظبوط. فهاجي كده احط فلفل اسود على قد المكرونه كلها، وملح برضو على قد المكرونه كلها، مع الاخذ في الاعتبار ان انا عندي زيتون، والزيتون مالح. هحط شوية زيت، ازازة الزيت منقط عليها، انا مش عايزة اوسخ ايدي فهمسكها بمنديل. والزيت لو كان زيت زيتون يبقى احلى كمان، بس براحتكم، انا عارفة ان في ناس ما بتحبش تستخدمه خالص، فموضوع يعني ايه يرجع للذوق. وممكن نستغنى عن الزيت تماما على فكرة لو عايزين نعمل منها نسخة صحية، وممكن المايونيز بتاعنا يبقى مايونيز لايت. انا في البيت مثلا ما بستخدمش غير اللايت، ليه؟ طعمه حلو جدا، ما بيفرقش بصراحة، مش هكذب عليكم يعني، ما بحسش فرق شنيع يعني بينه وبين التاني، وأخف، يبقى ليه لا، مش هيقول لا اكيد. المايونيز حطناه، وتاني بأكد عليكم
اللي عايز يخلي السلطة أخف ممكن يستخدم مايونيز لايت، ممكن يستخدم زبادي، ممكن يكتفي باللبن الرايب والمستردة، في اختيارات كتيرة جدا. يلا بينا. الفل. انا طولت شويه ليه؟ عشان في خضره انا عايزاها تنعم بس، لكن الباقي كله حاجات اصلا صوصي وكريمي، هتستوي في اي هتتضرب قصدي او تنعم في ثواني. يلا انزل كل اللي على الغطا، مش هنسيب بقى نقطه من الدريسنج ده، عشان الدريسنج ده هو اللي هيخلي السلطه بتاعتنا عظيمه. دي وجبه يا جماعه، ماشي، دي ما اقدرش اقول عليها سلطه، يعني دي سلطه اه لكن تمثل وجبه كامله متكامله، فيها بروتين، فيها خضار، فيها نشويات، ومشبعه جدا، فما فيش حد يعني يزود عن كده، يعني محتاجين نبقى متوازنين شويه في الاكل، فده بالنسبه لي انا كفايه جدا، يعني مش محتاج اي حاجه زياده عن كده لغدا خفيف ولطيف وفي نفس الوقت متكامل. ودايما بقى الامهات ايه بيبقى عندهم هاجس ان هم مقصرين وان هم مش اكلوش الولاد كويس، بس لا، حضرتك لما تاكليهم اكله زي دي ده انت اكلتيهم احلى من الحلاوه كمان، كل حاجه فيها. يلا الدريسنج، ودي كلها طرق عشان نسرب كل انواع الخضار اللي الولاد ما بيقدروش ياكلوه او ما بيرضوش ياكلوه لوحده، يتسرب كده وسط التشكيله دي مع الصوص مع الدريسنج مع كل حاجه طعمها حلو، يعني ايه مش هياخدوا بالهم قوي. نقلب تقليبه حلوه بقى، الله على الريحه والله على الالوان. نقلب كويس، انا عايزه كل مكرونايه يوصلها الدريسنج، واستخدام الفوسيل دي هنا او المكرونه اللي احنا بنقول عليها يعني بالبلدي كده سوسته مدروس جدا. مدروس ليه؟ علشان الشقوق او التعريجات اللي فيها دي بتخليها تشيل الدريسنج عليها، فكل مكرونايه هتيجوا تاكلوها هتلاقوها اخده طعم كل حاجه. يلا انا هقدمها حالا علشان نختم.